بعد ما كملنا الجزء الأول أو النوع الأول من الخلايا الليمفاوية اللي هي البي لمفوسايت والمسؤولة عن إحداث الاستجابة المناعية الخلطية، راح ناخذ النوع الثاني اللي هو التي سيلز لمفوسايت والمسؤولة عن إحداث الاستجابة المناعية سيل ميديت إميون ريسبونس. طبعا هم راح نتطرق أولا إلى عملية ديفولمنت وبالتالي maturation, activation, differentiation of T cells، وراح نشرح بعض المصطلحات أو البروسيس اللي تحدث أثناء عملية نمو وتفعيل وتنشيط هذه الخلايا اللي هي double negative cells, double positive cells، الفرق بين negative selection والpositive selection and the type of effector T cells. أول ما راح نبدأ محاضرتنا إنه يجب أن نتعرف على التي لمفوسايت اللي هي التي سيلز. طبعاً is a type of lymphocyte subtype of YBC that play important role in central cell mediated immune response. طبعاً هي تعتبر هي نوع من الخلايا اللمفاوية والتي تلعب دوراً مركزياً في المناعة الخلوية. يمكن تمييز الخلايا الليمفاوية التائية T cells عن بقية الخلايا such as the B cells, natural cells اللي هي نسميها احنا الخلايا القاتلة الطبيعية من خلال وجود على سطحها ما يعرف باسم T cell receptors. مستقبل، هذا المستقبل نسميه T cell receptors. طبعا they are called T cells. جاءت تسمية الخلايا التائية بالتي سيلز لأن أساسا يتم عملية نضج هذه الخلايا في غدة تعرف باسم الثايموس جلاند from the thymocyte. الثايموسايت هي نوع من الخلايا التوتية واللي أساسا موجودة بغدة الثايموس جلاند، لذلك تستمد تسميتها من موقع نضجها في هذه الغدة. طبعا نلاحظ ان المستجدات التي تحفز الاستجابة المناعية الخلوية راح تكون من نوع الانتراسيلولار انتيجين. اذا لاحداث الاستجابة المناعية فانه حتى تحدث هذه الاستجابة فيكون يجب ان يكون نوع الانتيجين من نوع الانتراسيلولار انتيجين، بعكس الاستجابة المناعية الخلطية كان الانتيجين اللي هو extracellular antigen. الفرق بين intracellular antigen و extracellular antigen انه extracellular antigen هو الانتيجينات اللي تدخل للجسم from the outside مثل بكتيريا فيروس باراسايت، بينما intracellular اللي هي الانتيجينات اللي تتولد generator within the normal cells مثل التيومر او الفيروس. نلاحظ ايضا انه هي تعتبر الخلايا التائية وظيفتها الرئيسية هي لإنتاج نوع من البروتينات صغيرة الحجم نسميها احنا السيتوكاينز، ووظيفة هذه السيتوكاينز هي to activate the macrophage لعملية تفعيل وتنشيط الخلايا البلعمية لإنجاز العملية اللي تتذكرون اللي هي بالفاجوسايتوسيس. السيتوكاينز، إذا أنا أريد أعرف السيتوكاينز، السيتوكاينز هي عبارة عن بروتينات صغيرة الحجم طبعا تفرزها العديد من الخلايا المناعية، ووظيفتها الأساسية أنه تعمل كسائر خلوي بروتيني انتراسيلولار ومسنجر بروتين اللي تأثر على أداء الجهاز المناعي. إذا تكون هي عبارة عن chemical message over تقريبا عندنا أكثر من 100 نوع ممكن أن يعرف من نوع السيتوكاينز، ممكن إنه عمليتها الأساسية stimulate or regulate the immune response، يا أما تعمل على تنظيم أو تحفيز الاستجابة المناعية. راح نلاحظ إنه أنا عندي ثلاث يعني تنحدر أو تنقسم هذا السيتوكاين، قد تكون على شكل interlocking or interferon or الكيموكاينيز. لو أريد أنا أريد أعرف شن هو الانترلوكين، الانترلوكين هو أحد أفراد عائلة السيتوكاينز، طبعا تعمل كأداة اتصال أو ربط بين الخلايا الجهاز المناعي وخاصة بين خلايا الـ YBC.
أما الإنترفيرون، الإنترفيرون هو أيضا عبارة مجموعة من البروتينات السكرية أو البروتينات العادية اللي هي الجلايك بروتين، تفرزها طبعا الخلايا المصابة بالفيروس، تفرزها الخلايا المصابة بالفيروس وتعمل على الخلايا المجاورة من الإصابة بالفيروس من خلال عملية منع استنساخ الفيروس داخل الخلية، أي تمنع تصنيع الـ RNA الفيروسي. طبعا الانترفيرون هو ليس له علاقة بالفيروس، وإنما يفرز كرد فعل من قبل الخلايا بالفيروس ضد من قبل الخلايا المصابة بالفيروس. وعندي 3 أنواع من الانترفيرون، انترفيرون ألفا وبيتا وجاما. الكيموكاينيز أيضا هي نوع من أنواع السيتوكاينز، وأيضا هي عبارة عن بروتينات صغيرة الحجم، ووظيفتها الأساسية السرعمية أتراك ذا واي بي سي تو انفكتد أريا، أي بمعناتها أنه تعمل على جذب الخلايا البيضاء إلى المناطق المصابة حتى تصير عملية الفوجوسايتوسيس والقضاء عليها. اتطرقنا إلى التي سي آر ريسبتورز، قلنا انه تتميز الخلايا التائية من خلال وجود مستقبل على اسطحها يعرف بالتي سي ار ريسبتورز. طبعا التي سي ار ريسبتورز هو عبارة عن هيتيرو دايمر composed of two transmembrane polypeptide chains، يتكون اساسا هو عبارة عن هيتيرو دايمر من سلسلتين عديدتين البيبتايد. هاي السلسلتين يا اما تكون السلسلة الاولى هي الالفا والبيتا، والسلسلة الثانية الجاما والدلتا. نلاحظ أنه دائما تشكل السلسلة الأولى الألفا بيتا ريسبتورز حوالي 90% من خلايا تي سيلز هيلبر، وظيفتها الأساسية زين، بينما الجاما والدلتا ريسبتورز طبعا لحد الآن يعني نسبة بقية 10% من إدها، وأيضا أنه دورها الفسيولوجي بالجهاز المناعي لحد الآن لم يعرف. نلاحظ أنه الوظيفة الأساسية تي سي ار ريسبتور أن يتم تحويل الإشارات البايوكيميائية والتي يتم تحفيزها في خلايا تي سيلز عن طريق التعرف على الأنتيجين، مو بواسطة التي سيلز نفسها ولكن بواسطة البروتينات الثابتة اللي تسمى بي سي دي 3 اللي هو هذا نسميه كلستر ديفرينيشن 3. و طبعا هذا السي دي او الكليستر اللي هو اساسا نون كوفالنتلي ما يرتبط بالانتيجين ريسبتور، وانما يرتبط بالتي سي ار ريسبتور حتى يسوي لي معقد. لو اجي هنا لهذا الرسم، احنا قلنا انه التي سي ار هو عباره عن هيتيرو دايمر تكون من سلسلتين، السلسله الاولى اللي هي عباره عن الالفا والبيتا، و نلاحظ انه تتميز هاي السلسلة ايضا انه تحتوي على مواقع خاصة اللي نسميها انتيجين بايندينج سايت، واللي يرتبط بها الانتيجين من خلاله. كل سلسلة ايضا تتكون من منطقتين، اللي المنطقة الاولى الفاريبل ريجن، والمنطقة الثانية الكولستين ريجن وهي منطقة ثابتة، وهنا يتميز بها انه الامينو اسيد سيكونس تتكون كل المنطقتين، كل واحدة تكون محددة في يعني الفاريبل ريجين لها امينو اسيد سيكونس، تختلف عن الامينو سيكونس الموجوده بالكولستين ريجين. اما الالفا والجاما والدلتا نفس الحال، انه ايضا تتكون من انتيجين بايندينج سايت، وايضا تتكون من منطقتين، المنطقه الاولى الفاريبل ريجين والاخرى الكولستين ريجين. لكن بالحقيقه الدور المناعي الاكثر اهميه راح يكون هو للالفا والبيتا. شرحنا ايضا قلنا انه اكو في يعني بجانب التي سي ار ريسبتور الموجود على سطح خلايا تي سي ار اكو شيء اسمه نسميه سي دي 3، وهو عباره عن كريستال ديفريشن بروتين، وظيفته الاساسيه انه هذا يسوي عمليه اتحاد ويا التي سي ار حتى يكون كومبلكس، بحيث انه من يجي يصير عمليه تفعيل وتنشيط الخلايا التي سيل فانه ما يرتبط السلسلة الألفا وبيتا بالمستقبل الآخر إلا عن طريق تكوين كومبلكس معقد بين هاي السلسلة الألفا والبيتا وبين السي دي 3. التي سي آر ريسبتورز طبعا هنا موضح بالتفصيل إنه هذا شكل خلايا التي سيل،
طبعا، وهذا شكل التي سي ار ريسبتورز الموجود على سطحها. هنا المنطقة اللي تكون بها variable region, cholestate region و transmembrane region، وهذا اسميه transmembrane للT cell. هاي السلسلة الألفا وهاي السلسلة البيتا. لو أجي أدي أشوف يعني الوظيفة الأساسية للT cell receptor، نلاحظ أنه هو like the B cells, the T cell expresses unique antigen binding receptor called the T cell receptors. وايضا هو عباره عن هيتيرودايما ذكرناه، يتكون من سلسلتين يا اما الفا بيتا او جاما دلتا. يتميز انه الى مواقع خاصه، هذا الموقع هو اللي فقط الارتباط بالانتيجين اللي هو يسوي presented by another cells مثل مايكروفاج اور دنتريك، اي بمعنات الانتيجي بريزنتيك سيلز. طبعا نلاحظ انه إذا تتذكرون البي سي ار ريسبتور شرحنا بالمحاضرة وقلنا هو عبارة عن الممبرين بون اللي هو أساسا يرتبط بالسوليبل اوفر بارتيكل انتيجين، بالانتيجين الحر. التي سي ار ريسبتورز، تي سي ار ريسبتورز يعني المنطقة اللي يرتبط بالانتيجين ما يرتبط إلا عن طريق تيبيكال بيبتايد، يعني يرتبط إلى سيل ممبرين بروتين بالميجر هيستو كومبليتلي مولكيولز اللي هو نسميه المعقد التوافق النسيجي الكبير. اذا هذا اول فرق راح يصير هسه عندي بين البي سي ار ريسبتور وبين التي سي ار ريسبتور. راح اعيد انه البي سي ار ريسبتور موجود على سطح الخليه البي سيلز يرتبط بالسوليبل اور بارتيكولاتلي انتيجين، يعني بالانتيجين الحر. التي سي ار ريسبتورز يرتبط ويا pieces of antigen اللي اساسا راح يرتبط بريسبتر اخر موجود على سطح الانتيجين presenting cells واللي يعرف باسم major histocompletely complex molecules معقد التوافق النسيجي الكبير. زين، اجي بالنسبة الى major histocompletely molecules وهذا راح يكون شكله، وراح هذا النوع من الريسبترات راح يكون موجود على سطح الانتيجين بريزنتيك سيلز. طبعا also called the human leukocyte antigen، التسمية الاخر الى human leukocyte antigen يسمى بمستضد كريات البيض البشري. يتواجد هذا طبعا على كروموسوم نمبر 6 ويتكون على العديد من الجينات بحدود حوالي من 50 إلى 52 جين تكون المهمة، يعني إلى دور مهم جدا بالجهاز المناعي. ويعتبر أنه هو بروتين سكري متنوع وراثيا وموجود على أسطح أغشية الخلايا. The ability of major histocompatible molecules to form complex with the antigen allow the cells to decorate their surface with internal foreign and self protein exposing them to processing the T cells. نلاحظ ان قدرة جزيئات هذا المعقد على تكوين معقدات باستخدام الانتيجين بحيث انه يسمح للخلايا بتزيين اسطحتها بالبروتينات الداخلة سواء كانت هذه الانتيجينات هي self or non-self. وتذكر كل زين انتو اخذتوا انه من اهم صفات الادابت اميونيتي هي السيلف اند نون سيلف، انه لازم الجسم يتعرف على انه هو انتجين غريب على الجسم يلا تحدث الاستجابه المناعيه. اذا نلاحظ ان الوظيفه الاساسيه للميجر هيستوكومبليتلي اللي هو معقد التوافق النسيجي، وظيفته الاساسيه انه لازم يتعرف على هذا الانتجين اذا كان فورين اور سيلف انتجين. فإذا كان foreign antigen أي على معناته non self antigen، بالتالي ممكن أن تحدث الارتباط بين التي سي ار ريسبتور الموجود على أسطح التي سيل وبين الميجر هيستوكومبليتلي مولكيولز الموجود على السطح الخارجي للانتيجين بريزنتيك سيلز. واحنا قلنا أن وظيفة الانتيجين بريزنتيك سيلز أنه هي نوع من الخلايا اللي تسوي عملية يعني انتوسايتوسيس للانتيجين وبعدين تبرز جزء من هذا الانتيجين على سطح يا اما على يكون على هيئه كلاس 1 او كلاس 2. اذا هنا راح نقول انه الميجر هيستوكومبليتلي ممكن انه سب ديفايدد انتو 3 تايبس اوف كلاسز، انه يقسم الى ثلاث انواع من
أنواع الكلاسات. الكلاس 1 molecules which are expressed by nearly all nucleated cells of the vertebrate. اللي هو أساسا يتواجد على غشاء كل خلية بها نواة. أما الكلاس 2، الكلاس 2 هنا يوجد على أسطح الخلايا الليمفاوية من نوع اللي هي البروفيشنال انتيجين بريزنتيك سيلز اللي ذكرناها احنا، المايكروفاج والبي سيلز والدنتريك سيلز وبعض انواع من الخلايا اثناء عمليات الالتهاب. اما النوع الثالث هو نوع يذكر ولكن ليس لديه اي وظيفة في الجهاز المناعي. احنا طبعا قلنا ان الوظيفة الاساسية للميجر هيستوكومبليتي مولكيول سواء كان كلاس 1 او كلاس بروتين هاف ذا ايبيليتي تو اتاتش تو فورين ماتيريال اللي هي السمول بولي بيبتايد اند ترانسبورت تو ذا الفورين بولي بيبتايد تو ذا سيرفيس اوف الانفكتد سيل. اذا الوظيفة الاساسية للمعقد التوافق النسيجي سواء كان من النوع كلاس 1 او من النوع كلاس 2 انه تبدي تسوي عملية ارتباط بالفورين انتيجين من خلال اللي هي الانتيجين بريزنتيك سيلز، وبعدين تبدي هذه الخلية انه تبرز جزء من هذا الانتيجين على اسطحها، يا اما على هيئة كلاس 1 ميجر هيستوكومبليتي مولكيولز او على هيئة كلاس 2 ميجر هيستوكومبليتي مولكيولز. تعتبر خلايا الانتيجين بريزنتيك سيلز ار موستلي فاجوسايتوسيس as the antigen presenting cells are in the process will be cleaning up an infection and bit and pieces of pathogen are displayed on major histocompatible يعني البروتينات. كل الخلايا الليمفاوية قلنا سواء كانت الخلايا الليمفاوية سواء كانت خلايا T cells will be cells originate in the red bone marrow. A B cell will be remain in the bone marrow to mature. وقلنا تبقى الخلايا B cell بالبون مارو لحد ما صار عملية الديفولمنت والماتوريشن، وبعدين بعد اكمال نضاجها راحت للأعضاء الليمفاوية حتى صارت لها عملية الاكتيفيشن من تلتقي بالانتيجين. بينما لاحظ انه T cells من تبدي عملية الديفولمنت رأسا راح تبدي تهاجر وتروح الى الثايموس جلاند. ليش الثايموس جلاند؟ حتى تبدي عملية الديفولمنت والماتوريشن مالتها، وبعد ما تبدي تنضج هاي الخلية تبدي تهاجر وتروح للأعضاء الليمفاوية الثانوية حتى تصير عملية الاكتيفيشن الحين. لذلك احنا بالبداية قبل لا نشرح عملية الديفولمنت والماتوريشن للخلايا تيسل لازم نتعرف على الثايموس جلاند. الثايموس جلاند او ما تعرف باسم هي الغدة الثايموسية او السعترية، وهي عبارة عن غدة صماء تقع طبعا على القصبة الهوائية أعلى القلب خلف عظمة القص. طبعا هي نلاحظ أنه راح تكون كبيرة بالحجم عند الأطفال، يبدي يعني يصل تقريبا وزنها إلى 40 غرام ويزداد حجمها حتى سن البلوغ، لكن تبدي بالانخفاض أو تبدي تستمر بالضمور عند تقدم العمر. تتكون هذه الغدة من فصين يلتقيان على الخط المتوسط العلوي two loops between the centrum and the heart. طبعا انه تتميز ان غدة الثايموس جلاند او السعترية تفرز هرمون نسميه الثايموسين هرمون. هذا النوع من الهرمونات طبعا إلى وظيفة أساسية بالجهاز المناعي، لأنه هذا الهرمون هو ينظم بناء الجهاز المناعي وأيضا يساعد على إنتاج الخلايا الليمفاوية التائية ويشرف على عملية تنظيم هذه البناء. قلنا أساسا أنه تبدي هذه الغدة تدخل في مرحلة الضمور كل ما يتقدم الشخص بالعمر.
نلاحظ انه التركيب الخارجي او الستركتشر والوظيفه الاساسيه لهذه الغده، نلاحظ انه هذه الغده اساسا تتكون من طبقتين، اللي هو الطبقه الخارجيه او القشره الخارجيه نسميها الاوتر كورتكس، وتتميز هذه الطبقه انه تتواجد اعداد كبيره جدا من الماتشور الثايموسايت اللي هي الخلايا التوتيه. وبهاي الطبقة ايش راح تصير؟ راح تصير نلاحظ انه تبدي عمليات الانقسامات والبرولايفريشن والماتوريشن، وتتميز بكثرة تواجد الخلايا الثايموسايت في طبقة الأوتر كورتكس، على العكس تماما بطبقة الانر ميدولا اللي هي طبقة اللب الداخلي. طبقة اللب الداخلي نلاحظ انه من توصل الخلايا بعد النضج الى هذه الطبقة تتوقف عملية الانقسامات زين، وتتميز انه هذه تحتوي على خلايا قليله جدا من الثايموسات. بهاي الطبقه تحدث عمليه الماتوريشن و ديفكتيف تي سيل ويل بي دي جينيريت. بعد ذلك تبدي بعد عمليه اكمال النضج تخرج هذه الخلايا بعد اكمال نضجها عن طريق مجرى الدم وتروح الى الاعضاء اللمفاويه الثانويه. إذا راح نبدي هسه بعملية كيفية تطور development or maturation of the T cells. إحنا قلنا إنه أصل ونشأة الخلايا اللمفاوية هي أساسا بعملية الهيماتوبايوسيس. طتني لمفويد وطتني مايلود. إذا أنا أبدي باللمفويد. باللمفويد هناك طتني خلايا T cells. T cells وين بدأ؟ البون مورو. بدأت تصير عملية الهجرة من البولمرة راحت للثايموس جلاند. من توصل للثايموس يعني من تطلع من البولمرة تطلع على هيئة خلايا أسميها البروثايموسايت. البروثايموسايت ليش سميها بروثايموسايت؟ لأن أساسا تتميز هذه الخلية without any express any marker. طبعا without any express marker فتبدي تهاجر migrate from the bone marrow الى thymus gland عن طريق البلوستري. طبعا مجرد ما دخلت هذه الخلايا البروثايموسات البروثايموسايت للثايموس جلاند هنا راح تتحول الى نوع من الخلايا نسميها الثايموسايت. وين اول ما تبدي تدخل الثايموس جلاند؟ راح تبدي تدخل باول طبقه اللي هي سب كابسولار كورتكس. تبدي تنتقل الى اول طبقه الى سب كابسولار كورتكس. قبل لا ابدي اشرح بهاي الطبقه الخارجيه ايش راح يصير، انا لازم اعرف الثايموسايت. شنو هي الثايموسايت؟ These are prozers travel from the bone marrow through the bloodstream and enter the thymus through the minimal cortex medullary junction. And the most immature thymocytes are found in the subcapsular region of the cortex. وإحنا قلنا إنه كثرة عدد الخلايا الغير ناضجة للثايموسايت راح تتواجد بالطبقة الخارجية لغدة الساطرية، وبالتالي تتميز هذه الطبقة إنه تكون أدها انقسامات سريعة وكثيرة جدا حتى تتولد وتعطيني أعداد كبيرة جدا من الثايموسايت. وطبعا يساعدها بهاي المرحلة شنو يساعدها؟ يساعدها انه الغدة الثايموس جلاند تعطينا مجموعة من البروتينات اللي هي ذكرنا الثايموسين. والثايموسين عندنا انواع من الالفا 1 والالفا 7 بالاضافة الى الهرمون الاخر اللي هو الثايموبيوتين، وكلها هاي الانواع من الهرمونات هي تساعد على عملية نضج الخلايا التائية داخل هذه الغدة. راح نبدي طبعا بالضبط انه وصلت الى السب كابسولار كورتكس الى الطبقة الخارجية. اول ما وصلت تتميز هذه الطبقة بسرعة الانقسامات سرعة البرولايفريشن. هنا نلاحظ انه هذه الخلايا اللي هي الاماتشور ثايموسايتس اللي وصلت للطبقة الخارجية تتميز انه هذه تتبرز على اسطحها فقط السي دي 2، لكن لا CD4 ولا CD8 ولا TCR ولا CD3 راح يكونوا موجودات على أسطح الخلايا الثايموسايت. فإحنا شو راح نسميها هنا بهيجي حالة؟ نسميها CD4 negative
CD8 negative thymocyte. A مصطلح double negative thymocyte. بهاي المرحلة احنا شو نريد نسوي؟ احنا نريد نسوي عملية فحص للإكسبريشن اوف التي سي ار ريسبتورز ويا السيديات اللي تتبرز على هاي الأسطح مع إعادة ترتيب الجينات للسلسلة الفا وبيتا إلى أنه يتبرز على أسطح التي سي ار. فأول خطوة أول ما تدخل هاي الخلايا نلاحظ أنه هاي الخلايا مجردة، ما موجود أي نوع من الماركرات على سطحها باستثناء CD2، لذلك سميت بالدبل نيجاتيف ثايموسات. هذا اللي أقصد بالدبل نيجاتيف ثايموسات، أي هن خلايا مجردة ما موجود على سطحها لا CD4 ولا CD8. بعد ذلك نلاحظ the most immature thymocytes are found in subcapsular region of the cortex rapidly dividing give rise to large number of thymocytes. خلال هذه المرحلة وخلال تواجدها في الطبقة الخارجية اللي هي الأوتر كورتكس للثايموسيجلان راح هنا تبدي عملية الانقسامات والانشطارات إلى أن تنطيني أعداد هائلة جدا كبيرة من الثايموسات. طبعا المرحلة الأخيرة at the end of the double negative stage اللي هي مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة الانقسام إلى أن توصل إلى المرحلة الثانية اللي هي المرحلة النهائية لعملية التمايز لهذه الخلايا، راح تبدي هذه الخلايا تسوي عملية إعادة ترتيب their TCR beta gene، سوي إعادة ترتيب للجينات للسلسلة الأولى اللي هي البيتا. فإذا نجحت في إعادة ترتيب هاي الجينات لهاي السلسلة فمعناته نقول هي passed the checkpoint، عبرت نقطة التفتيش، عبرت نقطة التفتيش ونجحت بإعادة ترتيب جيناتها. ترجع مرة أخرى rearrange the TCR alpha. إذا أول مرة بهاي الخطوة الأولى والثانية اللي هي double negative thymocytes بدت إنه ترتب الجينات للسلسلة بيتا. هسه هنا الخطوة الثالثة راح تبدي تسوي rearrangement لل TCR alpha جينات النوب السلسلة الأخرى. فإذا نجحت بإعادة ترتيب الجينات فنلاحظ أنه هذه الخلايا will be expressed low level of TCR receptors on their cell surface. إذا نجحت بإعادة ترتيب الجينات للسلسلة ألفا فإهنا معناتها راح تبرز مستويات جدا قليلة ومنخفضة من هذا الريسبتر اللي هو TCR receptor على سطح الخلايا الثايموسايت. وبهيجي حالة شو راح نقول؟ نقول the small resting thymocytes also express راح يتبرز على سطحها CD4 positive and CD8 positive on their surface and are called double positive thymocyte. وهذا النوع من الخلايا اللي هو double positive thymocyte تشكل في حدود حوالي 85% من مجموع الكلي، واللي هاي الخلايا راح تدخل two processes اللي هي undergo positive and negative selection. هنا شوية راح أتوقف آني، راح أعيد فرد شغلة مهمة جدا لو أقولكم what are the main differences between double negative thymocytes و double positive thymocytes. معناته أنه double negative thymocytes هي الخلايا اللي ما يتبرز على سطح لا CD4 ولا CD8، بينما double positive thymocytes هي الخلايا اللي تبرز على سطحها اللي CD4 و CD8 بالإضافة إلى low level of TCR receptor on their surface. وبهاي المرحلة راح تبدي هذه الخلايا undergo positive and negative selection، وراح نشرحها بالسلايدات اللاحقة شنو أقصد positive and negative selection. بعد ما يصير عملية devolving للثايموسايتس carry with their maturation process they will be stopped dividing and move deeper on the cortex. هنا بعد ما بدت هذه الخلايا اللي تبرزت على سطحها البروتينات CD4 و CD8 دخلت إلى عمليات ما تسمى بالبوزيتيف أند نيجاتيف سيلكشن، والبوزيتيف والنيجاتيف سيلكشن إنه شكو خلية بدأت تتبرز على سطحها TCR receptor وارتبطت ويا الميجر هيستوكومبليتي مولكيوز على أن يكون فورين أنتيجين، هاي راحت بوزيتيف سيلكشن وعبرت
حتى تكمل عملية النضج مالتها، بينما الخلايا تعرفت على الانتيجين اللي هو سيلف انتيجين وما برزت للميجر هيستوكوميتي مولكيولز زين، فهاي راح تؤدي الى موتها داي وتروح تكون تموت عن طريق بروجرام سيل ديث الابيتوسيس، وما راح يعني لهنا تتوقف حياتها. فبعد ما تم نضج هذه الخلايا الى اللي نسميها احنا انماتشور ثايموسايت انماتشور، هنا راح تبدي تتوقف هذه الخلايا عمليه النضج، تتوقف الانقسامات وتبدي تتحرك جيب تروح الى الانر موديلا. وين تروح؟ الى الانر موديلا، يعني وصلت الى الطبقه الثانيه للثايموس جلاند الى اللب الداخلي. Finally, when the thymocyte cells arrive the cortex medulla junction, they will be stop expression either CD4. من توصل إلى نقطة التقاطع اللي هو التقاطعات الموجودة بالثايموس جلاند هنا، راح تبدي هاي الخلايا تتوقف. تتوقف عن شنو؟ إنه ما راح يتبرز على سطحها بنفس الوقت CD4 CD8. لا، لازم واحد من عندهم. وبهيجي حالة احنا شو راح نسميها؟ راح نسميها mature single positive thymocyte expressing either CD4 or CD8. اذا بعد ما توقفت الانقسامات وتوقفت عملية البروليفيريشن والديفيشن، بدأت تتحرك من الاوتر كورتكس وتروح للانر ميدولا. من توصل للب الداخلي بهاي منطقة الكورتك ميدولا جيكشن، راح تبدي انه تبرز على اسطحها بنفس الوقت 2 بروتين CD4 CD8. لا، هنا راح تبرز واحد من البروتينات، يا اما CD4 يا اما CD8. وبهيجي حاله شنو اسمي الخليه؟ ماتشور سينجل بوزيتيف ثايموسايتس. زين، بما انه اصبحت هي خليه ناضجه مفرده، كل وحده من هاي الخلايا تبرز يا اما CD4 CD8، شو راح يصير؟ Once they have finished their development T cell either leave the thymus via venule، راح انه من تكمل عملية النضج مالتها راح تبدي تعوف تترك منطقة الثايموس جلاند عن طريق القنوات او الليمفاتيك فيزلز الموجودة بداخل الثايموس جلاند، وتهاجر غدة الثايموس جلاند حتى وين تروح؟ تروح للسكندري ليمفويد اورجن، الى الاعضاء الليمفاوية الثانوية. اذا هنا عملية الديفولمنت والمايتريشن اللي حدثت بالثايموس جلاند راح أخذت عدة خطوات إلى أن وصلت إلى الماتشور سينجل بوزيتيف ثايموسايت. راح أعيد عملية النضج من خلال الرسم. قلنا أن تنحدر أصل التي سيل من الليمفويد اللي هي بروجنريتر ليمفويد عن طريق الهوماتوبايسيس، تدخل وين تروح؟ تروح عملية البول مارو، من البول مارو تهاجر وتروح لعملية الثايموس جلاند، وهناك تبدي عملية إعادة ترتيب الجينات. المرحلة الأولى تنقسم إلى مرحلتين اللي هي الدبل نيجاتيف، الدبل نيجاتيف، وأقصد بالدبل نيجاتيف هنا إنه هذه المرحلة ما يتبرز على خلايا الثايموسايت أي نوع من الماركرات باستثناء السي دي 2 اللي هي منطقة الأوتر كورتكس، فتبدي تعيد إعادة ترتيب جيناتها للسلسلة الأولى البيتا، وإذا نجحت تعبر التشيك بوينت. وين تروح؟ تروح إلى المرحلة، طبعا هاي المرحلة أسميها البرو تي سيلز. ترجع تروح للمرحلة الأخرى اللي هي الدبل بوزيتيف، والأقصد دبل بوزيتيف اللي هي إنه تبرز على سطحها 2 تايب أوف بروتين CD4 والCD8، وتبدي يعني تعيد ترتيب الجينات للسلسلة ألفا، وإذا نجحت هنا تتحول هاي الخلية وتصبح البري، وبالتالي توصل إلى مرحلة اللي نسميها إنماتشور ثايموسايت اللي تبرز على سطحها 2 تايب أوف بروتين. بعد ذلك تبدي تهاجر هذه الخلايا من الأوتر كورتكس وتروح إلى الإنر ميدولا اللي هي اللب الداخلي للثايموس جلاند، وتصبح الخلية سينجل بوزيتيف، يعني أقصد سينجل بوزيتيف، يا أما تصبح هذه الخلية تبرز على سطحها فقط CD4 وأسميها نيف CD4، أو تبرز على سطحها CD8 وأسميها نيف CD8، وكل الحالتين تسمى هذه الخلايا بالسينجل بوزيتيف، وهنا تبدي تهاجر من الثايموس عن طريق القنوات الأوعية الدموية إلى الأعضاء اللمفاوية لإكمال عملية النضج وتنشيطها الأكتيفيشن.
بعد ما وصلت الى single positive لازم انا اريد اعرف هسه شن فرق بين النيو سي دي 8 تي سيلز والنيو سي دي 4 تي سيلز. اقصد بالنيو سي دي 8 تي سيلز انه هي هذه الخلايا اللي تبرز على سطحها فقط السي دي 8، هي single positive تبرز على سطحها السي دي 8. When they bind to major histocompatible peptide, they become activated and proliferation and differentiation into two effector cells called cytotoxic T lymphocytes. من تبدي هذه الخلية single positive CD8 إذا التقت بالأنتيجين بالأعضاء الثانوية وارتبطت عن طريق المعقد التوافق النسيجي راح تتنشط تتفعل هذه الخلية فتعطيني النوع cytotoxic T lymphocyte. وهذا النوع انه الوظيفة الاساسية مالت الفيتال فانكشن هي عبارة عن عملية الانيمينيشن any cells that display foreign antigen complex with a class 1 such as viral infection, tumor cells and cells of foreign tissue. بمعنى وظيفتها الاساسية هي قتل اي جسم غريب موجود في الجسم سواء كان من نوع الفيروسات أو الخلايا أو الأورام الأخرى. على مود تتنشط الخلايا السيتوتوكسيك تي لمفوسايز أيضا تحتاج إنه عملية البروفليشن والدفرينيشن تحتاج إلى مساعدة من السي دي 4 تي سيلز، فحتى تتنشط تحتاج إلى مساعدة تفعيل خلايا السي دي 4، وإن شاء الله راح نجي هسه نشرح بالسلايدات اللاحقة. النيف سي دي 4 تي سيل اقصد نيف معناته هي الخلية السنجل بوزيتيف اللي يبرز على سطحها سي دي 4 والموجودة بالاعضاء الليمفاوية واللي جاي تنتظر ظهور الانتيجين حتى ترتبط به، واذا ارتبطت بالانتيجين عن طريق المعقد التوافق النسيجي الميجر هيستوكوميتلي كلاس 2 هنا راح تبدي اكتيفيشن وبروبليشن ديفرينيشن وتعطيني انواع مختلفه جدا من الافكتر تي سيل سبست راح نشرحها بالسلايدات اللاحقه ان شاء الله. لكن لاحظوا في حاله انه اذا كانت عندي هنا الانتيجين هو سيلف انتيجين شو راح يصير لما يجي الميجر هيستوكومبليتلي مولكيولز يتعرف على انه هذا الانتيجين هو سيلف انتيجين ما راح يعطيني الاشاره الثانيه فتصبح الخليه تولرنت تي سيلز. ليش ما قلت لكم انه واحد من مميزات الادابت اميونيتي ومن نجاح الاستجابه المناعيه انه يجب ان يتعرف على انه الانتيجين هو فورين انتيجين. عملية ارتباط طبعا التي سي ار سي دي 3 شوفوا كومبلكس ويا الميجر هيستوكومبليتي فهذا يكون دائما السي دي 4 ترتبط بمن ترتبط بالميجر هيستو كلاس 2 بينما السي دي 8 يرتبط بالميجر هيستوكومبليتي كلاس 1. الإشارة الثانية اللي هي السي دي 28 ترتبط بالبي 7. نتيجة عملية تفعيل وتنشيط هاي الإشارتين ايش راح يصير؟ راح يصير عندي بعض التغيرات اللي هي راح يصير عندي جين اكسبريشن تشينج، راح يصير عندي فانكشنال تشينج، راح يصير عندي ديفرينيشن، اذا يصير عندي اعاده ترتيب الجينات وراح يصير اعاده ترتيب الوظيفيه وراح يصير عندي تمايز لهذه الخلايا. بعد ما يصير استقبال هاتين الاشارتين ابدا اشوف ايش راح يصير عندي. بعد ما استقبلت الخلية تي سيل الإشارتين اللي هي سيجنال 1 and سيجنال 2 إيش راح يصير؟ إنه تبدي الأنتيجين بريزنتيك سيلز إنتاج نوع من السيتوكاينز اللي هو الإنترلوكين 2. ليش؟ حتى يبدي يحفز التي سيل حتى يبدي يحفز الخلايا تي سيلز على الديفرينيشن ويعطيني ديفرنت تايب أوف الإفكتر سيلز يعطيني ديفرنت تايب أوف الإفكتر سيلز. هنا لاحظوا في حالة لو ارتبطت عندي ويا الميجر هيستوكوميتري كلاس 2 فمعناته راح يعطيني هيلبر تي سيلز، وإذا ارتبط عندي تي سي ار ريسبتر ويا الميجر هيستوكوميتري كلاس 1 معناته يعطيني النوع الثاني من الخلية اللي هو السيتوتوكسيك تي سيلز. فإذا بعد عملية الاكتيفيشن راح تبدي الانتيجين بريزنتيك سيلز
افراز نوع من السيتوكاينز اللي هو الانترلوكين 2، وهذا طبعا الانترلوكين 2 يسوي اعاده ترتيب جينات داخل الخليه تي سيلز، يؤدي الى تفعيلها وتنشيطها حتى تعطيني different type population of memory and effector cells. الديفرينيشن احنا قلت يعطيني مجموعه من الافكتور سيلز، معناته انه هذه سي دي 4 اساسا تي سيل ديفرينيشن انتو ون اوف ذا فاريتي اوف الافكتور تي سيلز، فعندي انواع مختلفه تعطيني، ممكن تعطيني تي هالبر تايب 1، تي هالبر تايب 2، تي هالبر تايب 17، واني الفوليكل هالبر تي اف اتش، وريجوليتوري تي سيلز وتعرف باسم الخلايا المنظمه والسبريسر سيلز. بالنسبة للتي هالبر تايب 1 وهي وظيفتها الأساسية ريجوليت ذا اميون ريسبونس، تعمل على تنظيم الاستجابة المناعية ضد الانتروسيلولار باثوجين، بينما تايب 2 تي هالبر تايب 2 تعمل على تنظيم الاستجابة المناعية تو اكسترا باثوجين. تي هالبر 17 ومن اسمها هي لأنه هذا النوع من الخلايا لها قدرة على إفراز انترلوكين 17 واللي يلعب دور رئيسي جدا في السل مديت إمينوت الاستجابة المناعية الخلوية واللي تساعده على الهيلب ذا ديفينز أجينز الفنجاي، بنات الممرض هنا الأساسي راح يكون نوع من الفطريات، فهذه وظيفتها الأساسية أنه القضاء على هذا النوع من الفطريات. أما التي فوليكل هيلبر سولز اللي هي تلعب يعني دورا رئيسيا جدا من المناعة الخلطية، وتعمل على تنظيم عملية الريجوليتر سيلز اللي هي تنظيم تطور خلايا البائية. الريجوليتر تي سيلز هنا الخلايا المنظمة، وطبعا تلعب دور رئيسي جدا بالاستجابة المناعية لأنه هنا تعتبر مؤشر تام إذا كانت هناك خلل بالاستجابة المناعية، فمثلا لاحظ أنه نقصان هذا النوع من الخلايا يعطي مؤشر على حدوث الأمراض المناعية الذاتية، زيادة أعدادها تعطينا مؤشر على حدوث أمراض الكانسر بمختلف أنواعها. السبرسر تي سولز وهي حديثا تم التعرف عليها وإنتاجها، طبعا it's clear that some T cells have to suppress the humoral anti cell mediate immunity branch of the immune system. من اسمها الخلايا الكابحة، وهذه الخلايا لها دور رئيسي جدا في كبح أي استجابة مناعية غير طبيعية، وأقصد بها إذا كان انه الانتيجين بريزنتك سيلز او الميجر هيستومات قد التوافق اتعرف على انه هذا الانتيجين هو سيلف انتيجين، فهو وظيفه الخليه السبريسر انه تكبح هذه الاستجابه وما تولد الاشاره الثانيه وما تحدث اي استجابه مناعيه. ايضا لديها قدره على ما يشت داون ذا اميون ريسبونس، وعرفنا شلون. وايضا هي ار يعني specialized subpopulation of T cells متخصصة جدا that act to suppress the activation of the immune system and therapy maintain the immune system homeostasis and the tolerance، إذا تحافظ على توازن الجهاز المناعي، وفي حالة لما يكون عندي abnormal immune response يؤدي إنه تدخل الخلية في حالة tolerant cells. إذا هي هاي الأنواع المختلفة لما يبدي عملية تفعيل وتنشيط الـ CD4 بعد استلامها للإشارتين Signal 1 and Signal 2، فتعطيني عدة أنواع مختلفة من الهيلبر سيل، ومن اسمها هي الخلايا المساعدة. من خلال هذا الدايجرام يوضحكم صورة أفضل أنه بعد حدوث الإشارتين Signal 1 و Signal 1 اللي أدى إلى Activation للـ CD4 تتميزت وانطتني عدة أنواع. طبعا وجود السيتوكاينز ضروري جدا لأنه هو من قلنا إشارات بايوكيميائية تنتقل من خلية إلى أخرى لتفعيلها وتنشيطها. فالتي ريجوليتي سيل هنا قلنا هي وظيفتها سبرس تيومر إميونيتي، وتحفز على الإميون ترانسنس، وتؤدي إلى حفاظ على توازن أعداد الخلايا اللمفاوية. تي هالبر 1 من اسمها هي معناتها ضد، تنظم الاستجابة المناعية ضد الانتراسيلولار، وبالتالي في حال حدوث هذه الاستجابة أدى إلى حدوث ما يسمى بالأوتوميون ديزيز. تي هالبر 2 ضد الاكستراسيلولار باثوجين، وإذا حدثت هاي الاستجابة المناعية الابنورمال اميون ريسبونس يؤدي إلى حدوث ما يسمى بأمراض الإلرجي والهايبر سنسيتيفيتي.
التيهربرسن 17 من اسمها انه هي لديها قدرة على انتاج الانترلوكين 17. طبعا وظيفتها بريك اميون تولرنس، تكسر الحاجز التولرنس، وتكون استجابة ضد الاكستراسيلولار بكتيريا، وفي حالة حدوث الاب نورمال اميون ريسبونس فإلها تعتبر تؤدي الى حدوث ما يسمى بالاوتوميون ديزيز. احنا بالبداية من خلال عملية الديفولمنت والماتوريشن للثايموسايت داخل طبقة السبكوسل كورتكس، ذكرنا مصطلحات نسميها دبل نيجاتيف سيلز والدبل بوزيتيف سيلز. انا خليتها هنا على شكل مقارنات جدول، يعني تساعدكم على معرفة شنو الفرق بين المصطلحين. لما اقول دبل نيجاتيف معناته الخلايا ما تبرز على سطح لا سي دي 4 ولا سي دي 8، وهنا ايش راح يصير عندنا؟ يسوي عندنا عادة ترتيب الجينات للسلسلة بيتا، وهي الجين طبعا هذا اسمه جين في دي جي. بهاي الخلايا بهاي المرحلة loss of stem cell marker انه تفتقد الى وجود هذا الريسبتر اللي هو CD44، expression of the pre-TCR اللي هو beta chain plus pre-alpha chain، suppression of rather beta chain change، و signal تعطي اشارة حتى تبدي عملية الالفا chain اللي هي عملية اعادة ترتيب الجينات. طبعا الدبل بوزيتيف سيل من اسمها دبل بوزيتيف سيل معناته انه اول شيء راح تبرز على سطحها السي دي 4 والسي دي 8، وبكل الاحوال متواجد على سطحها راح يكون سي دي 3، ومهم جدا لانه يبدي يتحد ويا تي سي ار ويكون عندي كومبلكس. تبدي عمليه البروليفريشن اوف الدبل نيجاتيف، تساهم بعمليه الدايفرسيتي اوف الالفا سلسله الالفا وللخلايا تي سيلز، و population of T cells with divine TCR and signal CD4 or CD8 expression. تبدي هنا عملية الشسمه السنجل بوزيتيف انه تمهدها حتى يبرز اما على سطح CD4 or CD8 expression. ايضا اخذنا what are the main two step selection process of a thymocyte. من قلت لكم انه بدت تبرز على سطحها two type of بروتين CD4 وCD8، و85% من هاي الخلايا الثايموسايت بدأت تروح يأما بوزيتيف سيليشن أو النيجاتيف سيليشن. شنو أقصد بالبوزيتيف وشنو أقصد بالنيجاتيف؟ البوزيتيف سيليشن هنا من بدأ يرتبط TCR ويامن ويا الميجر هيستوكوبلتي موليكيوز، إنه بعد هذا الارتباط تسمح لهذه الخلايا انه تبدي تكمل عملية الماتوريشن. اما الخلايا اللي ما يحدث بها ارتباط بين التي سي ار ريسبتورز وبين الميجر هيستوكوبلتي موليكيوز، فانه هذا يؤدي الى موت هذه الخلايا عن طريق البروجرام سيل ديث ابتوسيس، وهنا نسميه البايندرز بيكام سينجل بوزيتيف. اصبحت الخلية في هذه المرحلة سينجل بوزيتيف، يا اما تحمل على سطحها CD4 أو على سطحها CD8، بشرط هنا من يحدث الارتباط بين التي سي ار وبين المعقد التوافق النسيجي يجب أن يتعرف الميجر هيستوكوبلتي على هذا الأنتيجين على أنه هو فورين أنتيجين، يلا يحدث البوزيتيف سيلكشن. النيجاتيف سيلكشن النيجاتيف اللي يحدث أنه يصير ارتباط لما يتعرف على انه سيلف انتجين، فبعض الخلايا من عندها ايش راح تسوي؟ شلون نقول احنا صار عندها صفه العناد وتبدي ترتبط، تبدي ترتبط على الرغم يعني تحدث الارتباط بين التي سي ار ميجر على الرغم انه هو سيلف انتجين. بهيجي حاله ايش راح يسوي؟ هنا انا طبعا السي دي 4 او السي دي اس سيلف سيرفايس بوزيتيف سيليشن مي بي ريكت تو بايند تو ذا سيلف الون وذ ذا هاي افينيتي اور وذ ذا سيلف ميجر سيلف انتجين كومبلكس. فهاي الخلايا اللي مثل ما تقول صار عندها صفة العناد وتبدي ترتبط على الرغم ان هي سيلف انتجين، فهي تصمم وتبرمج البرنامج على موتها وقتلها عن طريق بروجرام سيل ديث، واي نوع من هاي الروابط ما راح تعيش، لذلك ما راح تكمل عملية الماتوريشن ولا تصبح سينجل بوزيتيف. بالعكس كل انواع من هذه الخلايا يؤدي الى موتها عن طريق بروجرام سيل دي. هذا الفرق بين النيجاتيف وهذا الفرق بين البوزيتيف، يعني شلون الانسان اللي قدامه طريقين يختار واحده من الطريقين حتى يكمل يعني دوره حياته. بالضبط هي نفس الخلايا للثايموسايت.
عن طريق الرسم. لاحظوا هنا اللي هو هذا الثايموسايت، راح تصير إعادة ترتيب الجينات. من تبدي إعادة ترتيب جينات، لاحظ على سطحها two type of CD4 وCD8، معناته هي هاي مرحلة الدبل بوزيتيف، وهاي الخلايا نسميها immature thymocyte. في البوزيتيف سيلكشن اوف سولز هوز ريسبتور بايند تو ذا ميجر هيستوكوبليتي مولكيولز سواء كان كلاس 1 او كلاس 2، بدت تكمل عمليه التمايز الى ان تصبح سنجل بوزيتيف. بينما اللي ما ترتبط ويا هذا معقد التوافق النسيجي راح يؤدي الى ديث باي ابيتوسيس، يؤدي الى موتها وقتلها. هذا النيجاتيف سيلكشن بنفس الحال، نيجاتيف سيلكشن اون ذا ديث اوف ذا سول وذ هاي افينيتي ريسبتور فور ذا سيلف ميجر هيستوكومبليتلي مولكيولز اور سيلف انتيجين، بمعناته انه الخلايا ارتبطت اساسا على الرغم من هي سيلف انتيجين، فهذا يؤدي الى موت هذه الخلايا بشكل مباشر ولا يؤدي الى عمليه اكمال الماتوريشن مالتها. من اهم انواع التايب اوف تي سيلز اللي احنا طرقناها سابقا اللي هو عندي تو تايب، تي هيلبر وتي سايتوتوكسيتي. التي هيلبر سيلز، التي هيلبر سيلز اللي هي تلعب دور رئيسي جدا بالاستجابة المناعية، و there are three subpopulation of تي هيلبر سيلز اللي انا عندي نيف تي هيلبر 1 and تي هيلبر 2. تي هيلبر 1 قلنا اللي هي تلعب دور رئيسي جدا في inflammatory، و تي هيلبر 2 اللي هي تم خلايا مساعدة. زين، طبعا كل الانواع تكون most of them are CD4. نلاحظ انه من اهم وظائفه ريجونايز انتيجين اون ذا سيرفس انتيجين بريزنتنج سيلز، شو راح يصير انه تعم المايكروفاج وتعمل على تنشيط الاكتيفيتد مايكروفاج. ايضا تساعد بعمليه انديوس فورميشن اوف سايتوتوكسيد، احنا قلنا ما تتنشط خلايا السايتوتوكسيد اللي هي سي دي 8 الا بمساعده خلايا السي دي 4، وايضا لها قدره على الاستيميليشن اوف البي سيل تو برودوس الانتيبادي. إذا نلاحظ من اسمها تي هيلبر سيلز اللي هي خلايا مساعدة، فإلها أدوار رئيسية، تعمل على تفعيل تنشيط المايكروفاج، تعمل على إنديوز وتفعيل وتنشيط السيتوتوكسيتي سيلز، وتعمل كذلك على إنديوز البي سيلز إنه تحفز الخلايا الباقية. وأخذناها بالجزء الأول إنه في حالة إنه البي سيل إذا احتاجت تي سيل ديبندنت، في حاجة مساعدة تي سيل، فيصير عملية الاكتيفيشن عن طريق مساعدة الخلايا التي هالبر سيل حتى تبدي تتفعل وتعطينا إنتاج الأسام المضاد. نلاحظ إنه هنا هاي الخلايا سي دي 4 اللي هي من صارت الإشارتين تعرضت إلى الأنتيجين، قد يكون هذا الأنتيجين هو نوع من أنواع البكتيريوم. بدت الانتيجين بريزنتنج سيل تسوي عمليه اندوسايتوسيس، الاندوسايتوسيس بعد ما تعرفت على انه هذا الانتيجين هو فورين انتيجين. زين، وبالتالي برزت جزء من هذا الانتيجين على سطحها، فصار ارتباط تو سيجنال اللي هو تي سي ار ريسبتور ويا ميجر هيستوكومبليتلي مولكيولز والسي دي 28 ويا البي 7، ادى الى تفعيل وتنشيط. ايش راح تسوي الانتيجين بريزنتنج سيلز؟ راح تبدي تنتج نوع من انواع السايتوكاينز اللي هو الانترلوكين 1. والانترلوكين 1 شنو وظيفته؟ وظيفته انه يبدي ينقل مسجات من الانتيجين بريزنتنج سيل الى تي هيلبر حتى يصير عمليه اكتيفيشن. التي هيلبر هنا بنفس الوقت ايضا راح تنتج انترلوكين 2 وانواع مختلفه ايضا من السيتوكاينز. ليش؟ اولا حتى تفعل التي هيلبر سيلز وتفعل البي سيلز وتفعل التي سايتوكسيد، فهنا راح تفعل منه اول ما تفعل السيتوتوكسيتي سيلز حتى انه تساهم في عمليه احداث الاستجابه المناعيه الخلويه وتقضي على شكو خلايا عندي انفكتد سيل، تقضي عليها وتخلص الجسم من عندها. وتفعل خلايا البي سيل حتى تساهم في عمليه احداث الاستجابه المناعيه الخلطيه لانتاج الاجسام المضاده من قبل بلازما سيل. سؤال، الاجسام المضاده من ينتجها، البي سيل او البلازما؟ لا، البلازما سيلز اللي هي نوع من انواع البي سيل. يعني بالامتحان اذا اذكر اختياري عدد منو ينتج الاجسام المضاده، اخلي بي سيل، اخلي تي سيل، بلازما سيل، انت راسا تروح تختار البلازما سيلز
اللي يحط لي بي سيلز انا اعتبره هاي اجابه خاطئه. اذا هذا الرسم يشرح لي الوظائف للخلايا تي هلبر، انه تساعد التي سايتوكسيتي لتفعيلها وتنشيطها وتحدث بالاستجابه المناعيه الخلويه، تساعد البي سيل حتى تساعدها على تفعيلها وتنشيطها لانتاج الاجسام المضاده، وايضا تساعد المايكروفاج بعمليه تنشيطها لاحداث الاندوسايتوسيس. هذا النوع الأول من الخلايا تي سيلز. النوع الثاني الرئيسي من خلايا التي سيلز اللي هي السيتوتوكسيك تي سيلز. طبعا وظيفتها الأساسية هذه الخلية هي ديستروي تارجت سيلز، وتكون من النوع سي دي 8. من أهم الوظائف الأساسية أيضا كيل ذا هوست سيلز ذات ار انفكتد وذ ذا فيروس أو بكتيريا، تعمل على القضاء أي نوع من الفيروسات أو البكتيريا، أيضا تعمل على القضاء إذا كان عندي هناك أنواع من التيومر سولز تتواجد جنريتر وذ النورمال سولز، أيضا إنه تسوي عملية تنظيم and destroy the transplanted tissue. طبعا اللي يمكن هذه الخلية CD8 أو السيتوتوكسيت الخلية السامة لأداء هذه الوظائف كلها، إنه هاي الخلية تتميز إن تحتوي على two type of protein. من أهم هاي البروتينات هو البيرفورين والجراين إنزيم. البيرفورين هذا البروتين شنو وظيفته؟ وظيفته إنه يسوي عملية بورز وين بالتارجت سيلز. التارجت سيلز أقصد بيها الخلية المستهدفة أو الفورين أنتيجين، وبالتالي يسبب كوسينج لايسينج فوف الإنفكتد سيلز، فيؤدي بالتالي إلى موت الخلية عن طريق انحلال هذه الخلية من خلال خروج بعض المواد لها ويؤدي إلى موتها وقتلها. إذا الجران إنزيم أيضا يعتبر هو نوع من الإنزيمات واللي يلعب دور رئيسي بالقضاء أو مساعدة الخلايا الخلية CD8 أو السيتوتوكسيك سيلز للقضاء على الإنفكتد سيلز. وطبعا undergo apoptosis when stimulated antigen is gone، وهنا يؤدي إلى حدوث ما يسمى بعملية apoptosis هي القضاء على الإنفكتد سيلز. لاحظ هنا بهذا الشرح بهذا الدايجرام اللي أمامنا، هاي خلية تي سايتوكسيس وعندي انفكتد سيلز اللي خلينا نقول هي نوع من انواع التيومر. فاول ما يجي انه خلية التي سايتوكسيس سي دي 8 راح تبرز التي سي ار ريسبتورز، وايضا الانفكتد سيلز تصير عمليات اندوسد للانتيجين او الفورين انتيجين، وبالتالي تبرز على سطح الميجر هيستو كلاس 1، يبدي يرتبط تي سي ار ويا كلاس 1، تعطي الإشارة الثانية CD28 ويعمل ويا B7. بعد ما صار عندي الإشارتين أدى إلى تفعيل وتنشيط هذه الخلية. زين، بعد عملية الارتباط نلاحظ أن هنا السيتوتوكسيك سيل بعد تفعيلها بدأت تفرز إشارات بايوكيميائية اللي هو نوع من البروتينات قلنا إحنا البيرفورين، وهذا البروتين وظيفته الأساسية أنه يسوي عملية ثقوب بورز بالإنفكتد سيلز. بعد ما سوى عملية الثقوب نلاحظ أن الأيونات والووتر راح تبدي تدخل إلى داخل الخلية، ونتيجة دخول الأيونات والووتر إلى داخل الخلية أدى إلى أنه الإنفكتد سيل والبيلايسز أدى إلى موت هذه الخلية والتحلل والقضاء عليها، وهذا تعتبر من أهم وظائف الرئيسية للسيتوتوكسيك سيلز. لو أخذنا مثال مثلا، إحنا قلنا أنه الاستجابة المناعية الخلوية تحدث لما يكون ضد الانتراسيلولار أنتيجين، والانتراسيلولار أنتيجين هو راح يكون يا أما عبارة نوع من الأنتيجينات اللي جريتر وذا ذا النورمال سيلز، اللي مثلا نقول ناخذ التيومر سيلز. التيومر سيلز أول ما يبدي يتعرف عليها الأنتيجين ريسنتر فهنا يبدي يصير عملية الارتباط ريجونيشن والبايدينج، وتاخذ هذا التيومر وتبدي تبرز يعني pieces of antigen على السيرفيس مالتها. بنفس الوقت راح تفعل يصير عملية activation التو تايب CD4 والCD8. ليش؟ لأنه قلنا أنه أنا CD8 من تتفعل حتى تقضي على تيومر سيل تحتاج مساعدة CD4، فهنا راح يصير تفعيل وتنشيط بنفس الوقت. تبدي ميجر كلاس 1 يرتبط ويا TCR ريسبتر على CD8 وتبدي تعطيني الإشارة الثانية، فيؤدي
حتى تتفعل هذا لازم انه يبدي الكلاس 2 يرتبط ويا المعقد التوافق النسيجي الموجود على الانتيجين بريزنتنج سيلز ويعطي الاشاره الثانيه فتتفعل السي دي 4. وهنا من تتفعل السي دي 4 راح تبدي تفرز عدد كبير جدا من السيتوكاينز. هذا السيتوكاينز وظيفتها الأساسية ان تفعل خلية السي دي 8 وتنشطها حتى تقدر السي دي 8 من خلال عملية افراز البروتينات الجراي انزيم والبيرفورين القضاء على التيومر سيلز. بعض الأسئلة أنا تركتها لكم بنهاية الجزء الأخير من المحاضرة، مثلا كمثال explain the relation between the cell mediated immunity and the humoral immunity، شنو العلاقة أو شنو حلقة الوصل اللي ممكن تكون بين الاستجابة المناعية الخلوية والخلطية، وهنا يكون عن طريق إنتاج الأنتيبودي برودكشن. وإحنا ذكرنا بالجزء الأول إنه تفعيل الخلايا بعض البي سيل تكون أمامها طريقين، يا إما تعتمد اعتماد كلي على تي ديبندنت تي سيلز او تعتمد او غير لا تعتمد بشكل مباشر ترتبط. فهنا باعتمادها على التي سيلز فانها تحتاج مساعده من تحتاج مساعده من خلايا تفعيل التي هيلبر سيلز. ليش؟ لانه بهيك حاله معناته انه ما تتفعل البي سيلز اذا ما تفعلت الخلايا تي هيلبر سيلز، لانه راح تفرز مجموعه من انواع السيتوكاينز وتحفز البي سيل عن طريقتها. فلاحظ ان الانتيبودي برودكشن ريكواير اسنسس فروم ذا تي هيلبر سيلز، ذا مايكروفاج انجست انتيجين اند بريزنت ذيم تو هيلبر سيلز، ذن تي هيلبر سيلز ويل بي ستيميوليتد ذا بي سيل سبيسيفيك فور ذا انتيجين اند بيكام بلازما سيلز، اند ذا انتيجين ار مينلي بروتين اون فيروس بكتيريا فور اون ريد بلاد سيلز اند هيلبتين كاريير موليكيولز. بينما التي independent antigen اللي ما تعتمد على مساعدة التي هيلبر رأسا راح يكون antibody production does not require assistance from the تي هيلبر cells. Antigen are mainly polysaccharide or lipopolysaccharide with repeating subunit weaker immune response than for T dependent antigen. هذا طبعا أنا حكيتها بالسريع لأن باعتبار إحنا شرحناها وشارحيها ومقضيها بالجزء الأول والجزء الثاني، فهو مجرد سؤال وجواب. السؤال الآخر: What are the main similarity and differences between the T cell receptors and the B cell receptors؟ وخليتكم بهذا الحق اللي هو التشابه، زين، وهنا الاختلافات. مثلا لو أجي مثلا التشابه، نلاحظ أنه بالنسبة هناك تشابه سواء كان T cell receptor B cell receptor both bind antigen، يعني وظيفة الأساسية هو يبدي يرتبط بالأنتيجين. Both of them have their variability located in one part of molecule that bind antigen اللي هي ال V region and the three dimensional structure are remarkable similar. بينما الاختلافات بيناتهم، والاختلافات بيناتهم جدا واضحة. أول اختلاف قلنا إنه TCR receptor هو اللي ما يرتبط بالأنتيجين الحر وإنما يرتبط من خلال transmembrane، يعني pieces of antigen تبدأ تبرزها عن طريق معقد التوافق النسيجي، بينما PCR يرتبط بالfree antigen. طبعا أيضا الاختلافات الأخرى إنه تتضمن هي اختلافات وظيفية ونمطية لكل واحد من عندهم وترتيبهم. أيضا أكو سؤال يقول What are the main differences between T effector T helper cells memory و regulated T cells؟ هنا طبعا ال effector T helper cell اللي هي تتميز إنها short life، وعندي أنا نوعين من ال effector T helper 1 T helper 2. T helper 1 هي secreted interleukin 2 interferon gamma tumor necrosis factor alpha، وكلها هي تعتبر مسؤولة يعني مسؤولية مباشرة لل cell mediated immune function. مثل عندي راح يحدث delay type 1 hypersensitivity and activation of cytotoxic. T helper 2 هي تفرز أنواع من السيتوكاينز interleukin 4, 5, 6 and 10 وتساعد B cell for activation. بالنسبة الميموري T helper هي تتميز إن هي long life، زين، وأيضا يعني ضرورية جدا for requirement activation due to the expression of high level of normal additional molecules. Re-regulator T helper cells اللي هي CD4 positive CD25 positive that inhibit the proliferation of the other T cell population in the vitro. إذا هاي بعض الاختلافات الموجودة بين الأنواع المختلفة من الخلايا. شكرا جزيلا
لاستماعكم. طبعا كملنا محاضرة اليوم اللي هي عبارة عن التي عند البي سيل، واخذنا الديفولمنت والماتوريشن والاكتيفيشن ديفرنشيشن كل من خلايا البي والسيل، واخذنا بعض الاختلافات الموجودة بين الخليتين، وبالتالي اخذنا ايضا تفصيل دقيق جدا مع بكل من انواع الخلايا والريسبتورات وانواع السيتوكاينات. نلاحظ انه ملاحظه مهمه جدا انه في حاله انه اذا صار عندي abnormal immune response، انه اذا كان اتعرف الانتيجين او اتعرف المعقد التوافق النسيجي على انه هذا الانتيجين هو انتيجين سيلف انتيجين وحثت عندي الاستجابه المناعيه، فلاحظ انه راح يصير عندي يعني immune system disorder، راح يصير عندي اضطرابات بالجهاز المناعي. من اهم هذه الاضطرابات راح يصير عدد انواع مختلفه من الامراض، وراح تكون هاي الامراض ما هي الا عباره عن autoimmune disease، الhypersensitivity، عندي راح يصير اللي هي الامراض السرطانيه وغيرها. وان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح تبدون تاخذون اللي هي الديس اوردر اوف الاميون سيستم. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم.